سمحت الشيخ خلينا نتكلم بصراحة، مثل ما أكو أصوات إسلامية من الحوزة العلمية داعمة للتأييد، أكو أصوات تسمى بالإسلامية تظهر بالبرامج، في بعض البرامج لابس عمامة رسول الله ويسولف مثل ما يريد. شلون نقدر نفهم هاي اليوم كمتلقي؟ شلون نقدر أفهم هاي؟ أمر واضح. أنا ابتداء أنه هو قال أنه الأخ أنه السيد رشيد رمى المحصنات. أولا رمي المحصنات يعني أنه تتهم المرأة بالزنا، هذا المصطلح الشرعي، مصطلح الشرع وحتى المصطلح القانوني، رمي المحصنات. وسيد رشيد قذف المحصنات ورمي المحصنات، سيد رشيد قال انه بعض الفاسدين والفاسدات، صح، وكلمه الفساد متهتكات. وكلمه الفساد كلمه عامه، انه مثلا قد يكون انسان مثلا فساد مالي، فساد اخلاقي، فساد كذا، انه ما ملتزم بالضوابط الشرعيه. هو بحسب اعتقاده كل من يلتزم بالضوابط الشرعيه، وهذا هو معتقدنا، انه هذا يطلق عليه فاسد او فاسق، هذا مصطلح قراني ومصطلح روائي. الامر الثاني اللي ذكرتيه، طبعا ليس كل من ارتدى العمامه هو تابع للحوزه العلميه او انه وليد الحوزه العلمية. هناك بعض العمائم لا أثر لها ولا وجود لها ولا انتماء لها الحوزة، بل عندما نسألها وأحدهم خرج بالإعلام أخيرا ما أريد نسميه، وسأله أحد المقدمين في قناة الرابعة أنه أنت شنو كتب الحوزة العلمية اللي درسته، لم يذكر كتابا واحدا. والدليل أنه أنا صار 25 سنة بالحوزة، وين دور الحوزة العلمية عن هذا؟ قبل السقوط أنا موجود، لم أراه يوما واحدا ولا ساعة واحدة ولا أعلم عند من حضره. فالنتيجة مو ليس كل. وين دور الحوزة العلمية لشخص يصد وشخص يجي يخرب ما تقوم؟ أكو موجود، أكو موجود دور، وأنه أكو تصل مو لرسائل يعني ظاهرة للإعلام، عادة حفاظ على كرامة الناس، الحوزة العلمية والدين يحفظ كرامة الناس، ليس التشهير من سمة الحوزة العلمية. أما الأخ يقول أنه الشيخ خلي يضبط ألفاظه، أنا لم أتكلم بسوء أبداً، حتى كانت ألفاظه وكنت موجودة، ما كان ألفاظه فيها تعدي على الرافضين لتعديل القانون، وكذلك كلام السيد حيدر العزيز تكميه كم الأفواه أو الجام الأفواه، قضية اصطلاحية هذول موجودة هذول ليس فيها إسراء. اللي يقولون إحنا من الحوزة العلمية هذول قد نسبة أذياتهم؟ لا، يطلعون في برامج ويتحدثون بسبب، لا وجود لهم، لا وجود لهم على أرض الواقع، لا تاريخ لهم ولا وجود لهم ولا تأثير لهم. والناس تعلم، كما أن هناك كان في زمن الطاغية صدام هناك بعض المعممين كانوا يكتبون يعني علينا التقارير، هناك أشخاص، أنا لا أتهم شخص بعينه، هناك أشخاص الآن يعملون ضمن أجندات تدعو اليساري، هو يقول أنا يساري، هو يقول أنا علماني، هو يقول أنا لا ديني، شنو بعد ليش لابس عمامة؟ أسأل الآن بعض المسميات موجودة، مثلا أحمد القبنشي، أحمد القبنشي لابس عمامة وهو ضد الدين وضد الله سبحانه وتعالى وضد محمد وآل محمد. أحسنت. وهذا شنو يعني؟ هذا نستحسب على التدين. الآن في أحد محاضرات أعطاه محاضرة في دولة عربية، أعطوه على المحاضرة الواحدة 100,000 دولار. لماذا؟ لأنه معمم ويطعن في المذهب الجعفري. فهاي الصور هاي موجودة ولا تخفى على الناس. طيب. والمجتمع العراقي مجتمع أصبح مجتمع واعي، يميز الغيث من السمين والطيب من الخبيث.